أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. رحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء باردة بشكل لافت، رياح شرقية نشطة تزيد من شعوب البرودة، 5 درجات مئوية كحرارة دنيا، أمل ملموسة درجة مئوية واحدة فقط. الرطوبة معتدلة حوالي 67%، والرياح تكون جنوبية شرقية نشطة السرعة. تفاصيل الحال الجوية المتوقعة لعموم لباقي مناطق المملكة اليوم غد بإذن الله، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تبقى تتعرض لرياح شرقية نشطة السرعة تزيد من الشعور بالبرودة، المفرق 14-4، إربد 17-9، جرج 15-9، وعجلون 15-4 درجات مئوية. الرياح الشرقية النشطة التي تزيد من الإحساس بالبرودة أيضا تهب على المنطقة الوسطى، الزرقاء 15-4، البلقاء 17-4، عمان 12-4، مأدبة 14-4، والبحر الميت 22-13 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 12-4، طفيلة 14-4، معان 14-4، الشبك 13-0 درجة مئوية، والعقبة 23-14 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية أيضا تتعرض لرياح شرقية نشطة تزيد من الإحساس بالبرودة، أرويشت 15-3، نفس الحرارة في الصفار، والأزرق 16-6 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.